ورمضان كريم. لينا وليك اختي ربي يخليك. من بعد ما شاركتي معنا الزهرة انت من الناس اللي دازوا معنا غير لهنا لهنا زعما الناس اكيد يكونوا باقيين عاقلين على وجهك. انت اللي كنتي عايشة في ليبيا وقعوا بزاف تاع المشاكل بزاف ديال من بعد ما دزتي معنا شنو كان رد الفعل ديال الناس اللي كيعيشوا معاك المحيط ديالك؟ اختي منين دزت معاكم في القصة ديال الناس الحلقة ديالي فاش دزت تأثروا بيا الناس ديال الكاموني وبقيت فيهم منهم الدكتور الحمداوي الله يجازيه بخير. اييه هو اللي كان الضيف ديالنا داك النهار. اييه وقف معايا الله يجازيه بخير ومشيت عنده وحاول يعاونني الحمد لله. والناس ديال الكاموني تعاطفوا معايا معنويا بقيت فيهم ولكن ما لقاو ليا جهد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. واخا الزهرة قبل ما نشوفوا شنو التطورات اللي وقعات في حياتك من بعد ما شاركتي معنا مشاهدينا غندوزوا نشوفوا اقوى اللحظات في القصه ديال الزهرة ونرجع نكملوا قصتها من بعد. هاد المراه عنوان حياتها هو الدموع. كتبكي اكثر مما كتصوروه، كتبكي من كل شيء حيت ما عندها حتى شي حد وحتى شي يد اللي تمد ليها وحتى حضن يمسح دموعها ويقسم معها الهم. الام ديالي كان هي السبب اللي غنمشي انا لليبيا. اها طروا عليا خوتي زعما انتيا وداك الشيء سيري مشيت. حيت هي الغربه راه واخا تكون زعما مهلين فيك ماديا واكله وشربه كاين ديما امك وخوتك وبلادك. زعما تكوني شويه ولكن اضطريت راه ما عنديش راه الام ديالي هذه. الجرح ديال برا هو تيبان ولكن وجا اليد ديالي هنا والدخلاني كلي كلي داخل نفسيا كل شيء حياتي تدمرات. انا قلت لك رجعت لبلادي ما لقيت لا اخت لا اخ لا حتى عائله لا حتى شي حد. هذيك الام اللي كنتي كتقاتلي على ماست صافي الخوت اللي قلتي في الاول تيقول لك غير سيري تخدمي علينا زعما رشحوك انت تمشي تخدمي ما لقيتي ما والو حتى حد. دابا اش نقول لك انا حاليا مجوجه ما مجوجاش. هو كاينه مجوجه ولا ما مجوجاش؟ مجوجه ما مجوجاش من البنت ديالي مكرفسه بزاف. انا عايشه مع واحد السيد ما مهلي فيا ولي غير عايشه معاه مدرقه من الوقت مدرقه مدرقه من الزنقه مدرقه اختي. لقيتي هذا الولد ولا هذا الراجل اللي لقيت هذا السيد هذا واش غنقول لك ولدت واحد البنت زعما اللي غن ندير لها الوراق وندير لها واحد الامور ما والو اختي ما كاينش ما لقيتش هذا الراجل. علاش ما دارش معك الوراق؟ الوراق دابا قال لك ضايعين ليه ولكن ما لقيتش جهد. عايشه اختي مكرفسه بزاف صابره ما بغيتش نخرج للزنقه وتشرب معايا بنتي. انا حاولت انا من اجل والدي ندير شي حاجه. انت راه تشرطتي بعدا شرطت وما زدتش ما قدرتش ندير نكمل نضيع معايا بنتي. انا صابره اختي نواتي حنا ليا الله. دابا شي صورتي من الغربه هذا هو الربح ديالك. هذا هو الربح. الزهرة بقى بنفس الدموع وبنفس الآلام وبنفس الوجع باش جيتي داك النهار باش جيتي هاد النهار. الدعم معنوي كاين ولكن انتي محتاجة أكثر من المعنوي بزاف. ما محتاجاش شي واحد يقول لك الله يصبرك ولا مسكينة ولا تقطعي في القلب ولكن محتاجة شي يد ديال بصح اللي توقف معايا اللي توقفك انتي وراجلك وبنيتك واللي تشوف اش خاصكم ماشي غير الشفقه والعاطفه ولكن بغينا فعلا شي تدخل حقيقي. الناس الهضره تعاطفوا معك من غير الهضره ما كاين والو لا والو ما كاين حتى حاجه من غير الدكتور الحمداوي اللي اعطاني واحد البركه واحد النهار فاش مشيت عنده الكابيني ديالو بغى يساعدني في الوريقات وداك الشيء تعاون معايا مسكين واليوم كذلك باش جيت فحق الله العظيم هو اللي عطاني فلوس المركوب. دابا الناس بواحد نعرف فلوس المركوب 20 درهم 30 درهم تتقول شي واحد اجي تيقول لك ما عنديش 30 درهم ما عرفتش انا الناس باش كيعيشوا الا ما كانش 20 درهم و30 درهم فلوس التنقل ما كاينش. كيفاش الناس غتنقل كيفاش تقلب على خدمه كيفاش غتقلب على افاق واحده اخرى وهي ما عندهاش باش تحرك من هنا لهي. واخا الزهره حنا جينا عندك عاوتاني الكراج نفس الشيء الكراج اختي عاوتاني واحد الكراج ما عرفتش انا كيفاش معايا كوزينه انا ما عرفتش كيفاش مفصل داك الكراج. عندك بيت النعاس فيه والصالون فيه والحمام فيه والكوزينه فيه كل شيء اختي فيه كل شيء الحياه كلها كل عندك واحد 3 متر ولا 4 متر تمايا كلها الحياه مجموعه عندك تما. جينا عندك حنا الفريق ديال قصه الناس جينا شفنا الكراج وشفنا الزهره ورشيد وبنيتكم
فين عايشين. انا كنقول للمشاهدين الكرام ندوزوا بعدا نشوفوا الواقع ديال الزهرة ورشيد وبنتهم الصغيرة ومن بعد نرجعوا نشوفوا شو وقع من بعد. هنا في هذا الكراج كاين كل شيء، كاين صور ومعاني الفقر والحرمان، واللي صعيب هو كاينة بنت صغيرة بلا ورقة بلا جوج بلا شروط الحياة. صعيب الدخول في جرح قديم داويه وتبريه وهو في عمره سنوات وعامر بتراكمات وتفاصيل. صعيب تلقى راس الخيط الكبة مخبلة خصوصا في حياة الزهرة ورشيد. شوف رشيد الزهرة، اول مشكل بعدا عندك انت في حياتك انت وهذا الراجل هو هذه البنيه ما عندهاش الاوراق ديالها، ما عندهاش. وهذه هي هذه، انتم دبر راسكم، انتم كبار كتحملوا المسؤوليه ديال حياتكم واختياراتكم في الحياه، ولكن هذه حليمه الصغيره هذه ما عندها حتى شي دخل في حياتكم. ما انتم دوزتوا الضايع على انت لا هو وتكرفستوا تلاقيتوها انتم مقاجين مع الحياه، دابا يجيب الله يسهل الله. ولكن هذه البنيه ما عندهاش لاش تضيع وما عندهاش لاش مسكينه حتى تشرد كما انت ضربتي تماره. اول حاجه درنا اتصلنا بالاستاذ عماد رحيم. اي الله يجازيه بخير. شنو درتوا معاه اليوم؟ جا عندك، جا عندك من الدار البيضاء، جا عندك للمحكمه تسلا. ايه اش دار معاك؟ خدا لي كارت ناسيونال ديال راجلي وديالي وقال لي انا مشى رفع دعوه للمحكمه ديال الخميسات باش يديروا انت دابا هذه بنيتك باش نسجلوا البنيه باش تسجلوا البنيه. انا اتصلت به من بعد ولقيته في الخميسات في المحكمة ديال الخميسات، بدأ الإجراءات ودار الدعوة، الأمور راها غادا إن شاء الله. مسألة ديال الوقت وغادي يعطيكم الحكم ديال البنية باش تقيد في الحالة المدنية. إذا هاد الشيء حنا مازال دابا غنمشيو من عندكم، غنمشيو عند الأستاذ عماد حميد عماد رحيم يعطينا نيت أشنو دار في الموضوع ديالكم في الورقات ديال هاد البنية. إذا هاد الموضوع القانوني ما بقاش فيه مشكل. الجوع، الكريديات، الضيق، وهادشي كله كوم، والبنت بلا حالة مدنية كوم آخر. باش يلقاو محامي مهمة صعيبة ومستحيلة عند الزهرة ورشيد اللي واقفين على هاد الوراق. شدينا الطريق عند المحامي الأستاذ عماد رحيم اللي خدع على العاتق ديالو يتكلف يجري في وراق الزهرة ورشيد. بعد ما حكاوا لي الوضعيه ديالهم القانونيه والرغبه ديالهم باش يسويوا الوضعيه ديال البنيه يعني الوضعيه النظاميه ديالها قانون الحاله المدنيه اللي هو قانون كينطبق على جميع المغاربه هو الزامي في جميع الحالات. تقدمت مقال رامي الى التصريح القضائي بالولاده. مشاش الحكومه انا تقدمت نيابه عنهم صافي. انا نبت عليهم صافي. محامي يعني هو معايا هما داك الامكان داك السير واجي وداك الشيء هما علاش هما قال لك انا حنا ما قادرينش نمشيو للمحكمه ولا الامكانيات وما عارفينش فين نمشيو. المحامي هو وكيل عن الاطراف في غيبتهم، يكفي انهم يعبروا على الاراده ديالهم في توكيل محامي. شي باش اتصلت بك السي عماد حتى تكون الوكيل ديالهم. خرجنا في حالنا من بعد ما طمئن الأستاذ عماد رحيم بلي الدعوة دارت والإجراءات بدات، في انتظار ناس وحدين أخرين أكيد غادي يشوفونا وأكيد غادي يحسوا ويدخلوا في حياة الزهرة ورشيد وبنتهم ويبدلوا شعارهم في الحياة لكله مع الأسف شعار البؤس والحرمان والدموع اللي هما عنوان قصتها. خاص الزهرة دابا شفنا تصاور تصاور زعما بالبيض والكحل في حقها خصهم يدوزوا ولا هي بالكحل لانه كاين ظلام على حياتك، ما كاينش الضوء في الافق ديالك. والمصيبه ماشي غير انتيا، هذيك البنيه داك الملاك اللي شفنا اللي شفناه هو اللي مضوي عليكم في ذاك الكراج. ما غاديك البنيه راه صبراني هي اللي هي اللي جمع الشمل. ما ديك البنيه كل ما كانش زعما راه ما كاينلاش الواحد يتجمع في ذاك البؤس وفي ذاك الحرمان. من بعد انتم على الاقل مشيتوا في الورقات ديالكم. مشينا عيط لي المحامي الله يجازيكم بخير تكلفتوا لي بيه نتوما عماد رحيم استاذ عماد رحيم ايه تلاقى بيا وخدا دار لي يرفع دعوه للمحكمه الله يكثر خيره وخيركم.
وقال لي عندك الجلسه نهار الثلاث دابا خصني ندير غال يعني من هنا واحد 3 ايام خصها تكون عندك الجلسه. الجلسه انت درتي الاقرار الراجل دار الاقرار بالبنوه ولا مازال؟ لا ما 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 كفانيش الوقت. ما الوقت ولا ما عندكش الفلوس؟ فلوس وكل شيء. انا قلت لك باش كنت جايه راه غالدكتور الله يجازيه بخير لي. ما عندكش الفلوس باش تمشي عند العدول؟ ما عنديش اختي ما عنديش ما عنديش فلوس. واخا ما عنديش. المشكل ديال الفلوس هو محلول ديال العدول. ولكن اللي زوين في القصه ديالكم الزهراء ان راجلك متشبت بيك وانت مشبته بيه. لا هو تيبغي البنت راه باغي بنته ولكن الله غالب باغي بنته. هو معكزينو يقلد الشيء لانه كما قال لنا في الروبورتاج ما عنديش باش والله الا اقسم لك يمينا وحق الله العظيم جوج حوانات نزالوا الحليب وليكوش قال لك ما كنحشمو كنحشمو لي كارت ناسيونال كنخلي عنده قال لي اعطيه ليا وغنجمعها الغدا اخر اجل قال لي غنجيب لك شي حاجه ديال البركه. اهم حاجه في القصه ديالكم بعدا بنتكم دير الوريقات ديالها هذه هي اهم حاجه. هذه المسطره ما كاين مشكل من 3 ايام ولا 4 ايام على حسب ما قال الاستاذ عماد رحيم غادي يكون تفك المشكل والبنيه دارت ورقه وريقات ديالها. هذا هو اهم حاجه في هذا الشيء كله. اما الشيء الاخر مقدروا عليه. المصيبه هي تكون بنيه بلا اوراق. هذا هو المشكل. هذا هو المشكل اللي كيضرني في خاطري بزاف. هذا المشكل الاستاذ راه مكلف به الدعوه راه في المحكمه مساله ديال الوقت بما تخرج يخرج لكم الحكم وغادي ت واخا. دابا شنو المطلوب دابا الناس كيشوفونا؟ كنطلب من هاد الناس من حنا في رمضان الله يجازيهم بخير في رمضان تيبغيو الناس يديروا الخير وكيبغيو يديروا الزكاه والصدقه وهذا الشهر ديال الايمان والشهر ديال العبادات والشهر اللي نديروا فيه الخير مع بعضياتنا ونوقفوا فيه مع بعضياتنا. شنو محتاجه بالضبط؟ كنتمنى يعاونوني عطاني البنيه بزاف. قولي شنو بغيتي قولي شنو بغيتي. بغيتي يعاونوني يشوفوا من جهه ديك البنيه يعاونوها رخصتها هي بزاف د الحوايج راه يد وحده ما كتصفقش. بغيتي يعاونوني فيها يعاونوني الله يجازيهم بخير. كنطلب منهم. المصيبه ان هذا الكلام قلتيه فاش دستي دستي معانا قلتي نفس الكلام. قلتي ما عنديش وما في حاليش وبنتي وكذا. والله اقسم لك يمينا لا تغديت ما كنتعشى ولا تعشيت ما كنتغدى كنمشي نضرب الجفاف باش نمشي للحمام ديك 400 اللي كيعطيوني الناس. الشيخ الزهراء كما قلت للبنى الكاميرا كانت تسجلكم وانا عينيا وذاكرتي كانت تسجل بزاف د الحوايج. واحد اللقطه يمكن ما شافوهاش الناس في الروبورتاج ولكن انا غنقولها انت ما رديتيش ليها البال. الوقيته اللي قلتي انت اللي قال لك رشيد اري الرضاعه كتقولي لي ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش تيقول لك غير اري الرضاعه ما فيهاش اختي تتقولي لي ما فيهاش تيقول لك غير اري الرضاعه نسكتو البنت خاويه وعطيتي البنت فيها جغيبه كتمص غير الهوا هذيك البنت وعطيتيها الرضاعه باش سكتها. انا اش درت؟ كان حدايا واحد الحكة الحليب درت ليه بحال هكا باش نشوف واش ما كاينش الحليب ولا غير انت بغيتي مشغوله بينا ما بغيتيش ديري. لقيت الحكة يقرقب خاوي كيصفر سجلتها عندي والرضاعه تدور خاويه كتصفر وكتعطيو البنت رضاعه خاويه فيها جغيمه كل مره كتسكتوها بهذيك جغيمه. واش غنقول لك؟ تتمنى من المحسنين يعاونونا الله يجازيهم بخير. حيت شوف الزهراء الحاله ديالك وديال محشوبه وديال فاطمه وديال لبنى من الواجب راه ماشي لا رشقات لهاد المحسنين ولا رشقات لهاد المغاربه يعاونوكم. انا دابا تنقولها للناس هاك ماشي لا رشقات لينا نعاونوا هاد الناس من الواجب. ما يمكنش مراه عايشه في الزباله وحنا كنتفاجئوا مع راسنا. ما يمكنش بنيه كتمص الهواء في الرضاعه وكاين اللي كيدفق الحليب في ولادنا ما تيشربوش الحليب. ما يمكنش مولات الكسوه اللي كدور ما يمكنش تكون باقا ما عندهاش الكسوه ومازال ما عندهاش حويجاتها وغتدخل المدرسه. ما يمكنش فاطمه من بعد 50 عام ديال الزواج كتجري على تجري على الراجل وكتعيش خريامها في كراج. ما يمكنش تكونوا باقيين عايشين في كراجات بلا ما بلا ضو في الوقيته اللي كنهضروا على المغرب ديال التنميه وكنهضروا على اوراش سيدنا الله ينصرو كيجري في كاع البلادات باش المغاربه يكونوا بكامل الحقوق والواجبات. ما يمكنش يكونوا باقي الناس بحالكم انتوما. اذا هنا كنستدعيو التدخل ديالنا حنا كافراد حنا كمجتمع مدني حنا كاعلام نعتقوا جران بنتك حليمه وفاطمه الزهراء وبنات لبنى وفاطنا في الشيبه ديالها في الكبر ديالها. النداء كنضربوه في 4 النداء الانسانيه مشاهدينا الكرام كنضربوه في 4 لهاد العيالات ب4 بيهم حيت كلهم محتاجين وماشي من باب الشفقه وماشي من باب الصدقه وماشي بالجميل علينا نعتقوا هاد الناس حيت خصنا نعتقوهم الا فعلا كنا مسلمين وكنا مؤمنين وكنا مغاربه
حتى مغربيت ديال بصح هي نعتقوا المغاربه ديالنا. والسعاده الحقيقيه ماشي هي نكونوا دابا في رمضان كناكلوا مع راساتنا وطوابلنا عامرين وحليمه كتمص رضعه عامره بالهوى. اذا ما كاينش ما اكثر من هذا الشيء اللي سمعنا، ما كاين ما اكثر من هذا البؤس اللي سمعنا، ما كاين ما اكثر من هذه المزبله اللي عايشه فيها والواقع اللي شفتوه. اذا بركه من الدموع وبركه من البكاء وبركه من البؤس وبركه من المآسي، بغينا نعيشوا شويه بحالنا بحال البشر. راكم بشر، ما بشرش انا، يمكن نقولوا بحال بحال فاش كنقولوا بحالنا بحال هذا بشار. يعني حنا راه ماشي بحال هذا، راكم مغاربه. لا لا راه كذب عليك الكاذب اللي يقول لك قلوبنا بشر فوق الارض ما يمكنش. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هذاك الشيء شفناه، شنو نشكرك قلوبنا، نشكرك ام فاطمه، تنشكرك بزاف محجوبه، كنشكرك بزاف بشرى، تنشكركم بزاف اللي بعدا خليتونا ندخلوا البؤس ديالكم وندخلوا المحن ديالكم، وماشي قصص ديالكم كانوا مجرد تعاود ولكن فعلا وقفنا على الواقع ديالكم، وقفنا على حجم المأساة اللي كتعيشوا فيها.